مع الحدث. مع الحدث، معرض إبداعات عمانية بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بهدف الترويج والتعريف بمنتجات رواد الأعمال. تفاصيل أكثر عن هذا الحدث ينضم لنا الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أستاذ خليفة، صباحك خير، أهلا وسهلا بك. صباح النور وصبح على جميع المستمعين لبرنامج الشباب. الله يعطيكم العافية. والحديث عن معرض إبداعات عمانية، هذا المعرض الثاني، نقول 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مشاركة في هذا المعرض، هذا دليل على أن هناك يعني نمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. أستاذ خليفة، بالفعل يعني بعد ندوة فيح الشامخات هناك إقبال كبير من الشباب على إنشاء مشاريع خاصة بهم وعلى البدء في مشاريع جديدة، وفي كثير من الشباب حتى بدأوا يتوجهوا إلى إقامة مشاريعهم بدلا من البحث عن وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. رائع. وهذا المعرض سوف يعني يبرز مشاريع هؤلاء الشباب وطاقاتهم وقدراتهم، واللي حيكونوا مثل مثال يحتذى به للغير، وهذا الهدف الأساسي من إقامة هذا المعرض. طيب أستاذ خليفة، بالنسبة للتوجهات في هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى أي درجة تجدون أن هناك في تنوع يخدم القطاع الاقتصادي في السلطنة يعني إن شاء الله في مراحل مقبلة؟ هو التنوع يعني موجود، حتى اللي حيزول المعرض هذه السنة حيلاحظ هناك تنوع أكثر من العام الماضي. يعني السنة هذه دخلوا في قطاعات لم تكن يعني متواجدة بقوة في العام الماضي، في مثال قطاع الصناعة السنة دخلوا حوالي 18 شركة من قطاع الصناعة، في قطاع تقنية المعلومات والشركات المهنية دخلنا حوالي 27 شركة كانت العام الماضي غير متواجدة، قطاع السيارات اللي الشباب اللي يشتغلوا في قطاع السيارات كورك صناعية أو كتزويد السيارات أو الإطارات دخلوا عندنا حوالي السنة هذه 22 شركة، فهذا كله دليل على وجود تنوع في السوق ووجود شباب في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص. نعم، هل تلامس أن نوعا ما بدأت الثقافة تتغير بالنسبة لشبابنا وتوجهاتهم يعني ربما للعمل الحكومي أو حتى العمل في القطاع الخاص بعيدا عن الخوض في التجارة؟ هل لامستم أن هناك بالفعل تغير، ومن المتوقع مستقبلا أن يكون هناك تغير أكبر في هذا الاتجاه؟ هو التغير بدأ، ونتوقع إن شاء الله في السنوات القادمة يكون التغير أكبر، لأن الفرص الآن في القطاع الحكومي بدأت تكون محدودة، وذلك يعني الفرص في القطاع الخاص خصوصا إنشاء المشاريع هيكون في فرص واعدة، خصوصا هناك دعم حكومي كبير لهذا القطاع، نتكلم عن التمويل، وجود صندوق الرافد بالنسبة للدعم الفني، وجود الهيئة، بإضافة إلى هناك الكثير من المبادرات سواء الحكومية والخاصة كلها تهدف إلى دعم الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم، وهذا هو بيئة مشجعة للشباب أنهم يبدوا بالفعل يتجهوا إلى إنشاء هذه المشاريع. نعم، بكل التوفيق لشبابنا. إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن الوظائف المكتبية أو الوظائف طبعا في القطاع الحكومي الإدارية والوظائف الأخرى في القطاع الخاص بعيدا عن طبعا الاتجاهات التجارية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا يعني يؤدي إلى وجود أهمية ضرورة صناعة رواد الأعمال، اللي أيضا يعني ربما هذول يعني يشكلوا قطاع جدا مهم حتى في المستقبل. هذه الصناعة إلى أي درجة بالفعل الآن تلامس فيها تغيير، صناعة رواد الأعمال؟ لما أتكلم عن صناعة رواد الأعمال أو ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام، من ضمن كان قرار فيح الشامخات هو البدء في غرس هذه الثقافة لدى الطلبة منذ الصغر، وذلك يعني كان هناك عمل مع وزارة التربية والتعليم لإضافة جرعات في هذا المجال في مناهج التعليمية سواء كان من الابتدائية إلى الدبلوم العام، بالفعل وزارة التربية والتعليم الآن بدأت في هذه البرامج
برامج قائمة، وهناك خطط لإضافة بعض المناهج، بعض المجموعات في المناهج الدراسية. هذا جانب. جانب الآخر، الآن بدأت الكليات والجامعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة إلى تدريس مادة علمية خاصة بريادة الأعمال وثقافة ريادة الأعمال. كل هذه تحدث بشكل أساسي إلى غرس هذه الثقافة لدى الشباب، وبالتالي تطوير صناعة ريادة الأعمال في السلطنة. نعم، إن شاء الله كل التوفيق لشبابنا من خلال انطلاق معرض إبداعات عمانية الثاني، يستمر حتى 8 نوفمبر أستاذ خليفة بمركز عمان الدولي للمعارض. نعم، هو حيكون من اليوم، من اليوم من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء بشكل متواصل لغاية يوم السبت 8 نوفمبر. ونحن بهذه الناس ندعو الجمهور الكريم العماني على زيارة المعرض، وعلى تشجيع أخوانهم أصحاب هذه المؤسسات بالاطلاع على تجاربهم، وكذلك الشراء منتجاتهم دعما لهم وتشجيعا لهم على الاستمرار. نتمنى بالفعل أن الدعم يكون حاضر أيضا من كل شبابنا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حضورهم للمعرض. شكرا جزيلا لك الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. إذن معرض إبداعات عمانية، هذا المعرض الثاني، جميل بالفعل أنه تأخذوا لكم جولة يا شباب في هذا المعرض، تشوفوا أخوانكم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماذا يقدمون. ومن الممكن أن تكون بيئات كهذه ترى محفزة جدا، يعني من الممكن أن تكون أنت عندك فكرة تشوفها جاذبة، ممكن تنشئ من خلالها مؤسستك الصغيرة أو المتوسطة، فوجودك في هذه البيئة سيكون محفز، ربما تكتشف شيء جديد يعني يجعلك تتجه هذا الاتجاه. فلا تحرموا أنفسكم من فرصة التجربة وعيش تفاصيل.